أهلا بكم مشاهدينا الكرام. كلف رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي اليوم وزير الشؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد يومين من المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية في قصر قرطاج مع ممثلي الأحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج من الائتلاف الحاكم والمعارضة وممثلي المنظمات الوطنية. هذا ويواصل رئيس الحكومة المستقيل لحبيب الصيد تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد أن حجب مجلس نواب الشعب الثقة عن حكومته في جلسة عامة يوم السبت الماضي. اليوم ننطلق في مرحلة جديدة، مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية، تتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات، وتتطلب منا حلول خارجة عن الأطر العادية. وسننطلق بعد قليل في مشاورات تكوين حكومة الوحدة الوطنية مع جميع أطياف السياسية وجميع الأحزاب السياسية والمكونات والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية لتكوين حكومة الوحدة الوطنية. هذه الحكومة ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة. هذه الحكومة ستكون حكومة شباب إيمانا منا بقدرة الشباب على تغيير الأوضاع، وستكون المرأة ممثلة بحجم وبقدر أكبر. هذه الحكومة ستصارح الشعب التونسي منذ البداية بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج اللي جاء في وثيقة كارتاج مع التركيز على 5 أولويات أساسية. أولاً كسب المعركة على الإرهاب، ثانياً إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثاً الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعاً التحكم في التوازنات المالية، وخامساً مسألة النظافة والبيئة. وبطبيعة الحال سيقع عرض هذه الحكومة والبرنامج متاعها على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال. نحب في الأخير نتوجه إلى كل التونسيين وإلى كل التونسيات ونطلب منهم باش يدعموا هذه الحكومة ويساندوها في إنجاز المهام متاعها. وأدعو كل الطبقة السياسية وكل الإعلاميين وكل المنظمات الوطنية باش يتحملوا المسؤوليات متاعهم في هذه الفترة الصعبة اللي تعيشها بلادنا. ونحب نوجه رسالة خاصة للشباب التونسي اللي نعرف أنه العديد من الشباب التونسي يعيش في ظروف صعبة. نحب نقول له ما يفقدش الأمل، ونحب نقول له أنه المستقبل خير من الحاضر، وأن بالرغم من الصعوبات اللي نعيشوا فيها في تونس قادرين باش ننجح، ويلزمنا ننجحوا ومطالبين بالنجاح، وما عندناش حل آخر غير النجاح لما فيه خير هذه البلاد. شكرا، ودام تونس حرة مستقلة أبد الدهر، وشكرا.